في تقريرها السنوي أعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن جائحة كورونا أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة. المنظمة حذرت من أن الأزمة ستطول وأن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في عام 2023، مشيرة إلى أن العالم سيفقد 75 مليون وظيفة نهاية هذا العام مقارنة بما سيكون عليه الوضع لو لم تحدث الجائحة. الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية أظهرت أنه مقارنة بعام 2019 تم تصنيف أكثر من 100 مليون عامل إضافي حول العالم على أنهم فقراء أو فقراء جدا، ما يعني أنهم وعائلتهم يعيشون على أقل من 3 دولارات للفرد في اليوم. أما خسائر ساعات العمل في عام 2020 فقد قدرت بما يصل إلى 144 مليون وظيفة بدوام كامل مقارنة بالعام الذي سبقه 2019. في هذا السياق سلط تقرير الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد 19 إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة أساسا من خلال التأثير بشكل أكبر على العمال الضعفاء. أكثر من ذلك، حذر التقرير من أن هذا الوضع خلق خطر إعادة تشكيل أدوار الجنسين. وفيما احتفظ كثير من الناس بوظائفهم، تقلص مجموع ساعات عملهم بشكل كبير، وترجم تراجع التوظيف وساعات العمل إلى انخفاض حاد في دخل العمل وزيادة في الفقر. في تصريح للصحفيين قال رئيس منظمة العمل الدولية إن كوفيد 19 لم يكن مجرد أزمة صحية عامة، بل كان أيضا أزمة إنسانية وأزمة توظيف، مضيفا أنه من دون بذل جهد مقصود للإسراع بإيجاد الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع الأكثر ضعفا وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشد تضررا، يمكن أن تستمر الآثار المتبقية للوباء لسنوات في شكل قدرات إنسانية واقتصادية وكذلك ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة. وأخيرا، لضمان الانتعاش الاقتصادي وتجنب حدوث ندوب طويلة الأجل في سوق العمل العالمية، يرى رئيس منظمة العمل الدولية أن العالم بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة ومنسقة مدعومة بالعمل والتمويل، ويضيف أنه لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي دون استعادة الوظائف اللائقة.